من للفطريات الحقيقية الإيوميكوتا. اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن الصنف الثالث للإيوميكوتا واللي هو الأوميسيتس. الأوميسيتس أول أو تنكتب كابتل، ثاني أو سمول، انتبهوا لها. الفطريات البيضية، الفطريات البيضية لأن يكون شكلها أوفل لهذا سموها أوميسيت. الصفات العامة الجنرال كاركترستيك، عندنا النقطة الأولى إنه هي فطريات تنتج سبورات متحركة ثنائية الصوت، واحد وبلاش والثاني تنسل، مو مثل ذي الأصناف تنتج إما وبلاش أو تنسل، هاي اثنين تنتجهن سوا. تلاحظون احنا لما تدبر صنف تزداد رقي وتطور، فالأوميسيت تعتبر more development than منو الهايبوكتريديوميسيس والكتريديوميسيس. فإذا أول صفة تتميز بيها الفطريات البيضية إنه هي تنتج سبورات متحركة ثنائية الصوت، واحد اسمه تنسل اللي هو الزغبي والثاني الويبلاش اللي هو الريشي. هاي نقطة واحد. النقطة الثانية أغلبها تعيش بالمي، لذلك يسموها water mold، أحفان المي. زين. النقطة الثالثة قسم منها يكون طفيلي مجبر على النباتات الراقية ويسبب لها الداوني مولديو. شنو الداوني مولديو؟ البياض الدقيق أو البياض الزغبي. شايفين بعض النباتات نشوف فوقها في الطبقة بيضة مثل القطن الناعم، هو هذا الووتر مولد التابع للأوميسيتس. والقسم الآخر يتطفل على الحيوانات مثل الأسماك. زين. النقطة الرابعة التكاثر الجنسي يتم بواسطة تلامس الحوافض، يعني الحافظة الذكرية اللي هي الأنثريديا تتحد مع الحافظة الأنثوية الأوغونيا وتنتج لي الأوسبور، السبور البيضي. جدارها الخلوي يتكون من الجلوكان والسيليلوز، لكن لا يوجد هنا الكايتين. انتوا اذا تتذكرون بالاول محاضرة قلنا اغلب جدار الفطريات مين يتكون؟ من الكايتين، تمام؟ هذا الصنف ما نشوف بيه كايتين، فقط جلوكان وسيليلوز. هاي بالنسبة للصفات الأوميسيت. نجي على الأوردر. أوردر 1 سابرو لجنياليس، طبعا عندنا هنا أوردرين سابرو لجنياليس وعندنا بيرينوسبوريليس. سابرو لجنياليس شنو مواصفاتها؟ الغزل الفطري يكون من نوع سينوسيتك، يعني الخلايا عديمة الحواجز، ما مفصولة عن خلية جدار خلوي، فقط خلية بها أنوية. زين. مثال عليها فطر سابرو لجنيا باراسيتيكا. النقطة الثالثة التكاثر اللاجنسي يتم بواسطة اتحاد سبورات ثنائية الصوت، وعندنا هنا النوعين من الزوسبور البيريفورم والرينيفورم. البيريفورم يسموه بالبرايمري زوسبور، السبور الابتدائي. شنو معناها؟ يعني السبور يكون يونج غير ناضج. وعندنا النوع الثاني الرينيفورم زوسبور يسموه بالسكندري زوسبور، وهذا يكون ماتشور، يكون ناضج. من اي ناحيه يكون ناضج؟ انا اقول لكم احنا مو قلنا بيه ثنائيه الصوت ويبلاش وتنسل. زين. باليونج البرايمري تكون الطول مالتها قصير، لكن بالسكندري يكون واصل النمو المحدد، لا قصير ولا طويل، يكون ماتشور ناضج. هاي بالنسبه للسبورات. الفطريات بهذه الرتبة تبعا لطبيعة الزوسبور إلى أربع أقسام. القسم الأول يسموها الفطريات الحادية،
يعني شنو؟ يعني تكتفي بزو سبور واحد، ومن هذا الزو سبور اللي هو البدائي البريفور راح يسبح ويتكيس وراح ينبت ويكون نيو ثالث. فلذلك يسمى بلانتك فانجي، يعني احصل على الخيط الفطري من السبور البدائي اللي هو من هو البريفورم زو سبور، راح يصير بي سوارمينج يسبح ويشفرف ما ملائمه، يصير سيست يتكيس ثم يصير جرمينيشن راح ينبت ويكون لي ثالث. هذا النوع الاول. النوع الثاني داي بلانتك، من اسمها الداي يعني شنو؟ يعني ثنائية، يعني عندي تو زوسبور، واحد بيريفورم والثاني رينيفورم. الثالث منين راح يتكون؟ من البريل ومن الريني؟ أنا خالت لكم إياها هنا بالأسهم، هاي الأسهم نحفظها. البيريفورم سوارمينج انسيست راح يتحول إلى الرينيفورم، يعني البيريفورم ما راح يكون لي ثالث، لا أنا راح أحصل على الثالث منين؟ من الرينيفورم زوسبور، تمام؟ من السبور الثنائي أو السبور الثانوي راح أحصل النوع الثالث من الفطريات نسميه بولي بلانيتك فانجي. من اسمها بولي يعني متعدد، يعني عندي بيريفورم، عندي رينيفورم اثنين، عندي بيريفورم واحد، شوفوا بالاسهم بيريفورم سوارمينج انسيست راح يتحول الى رينيفورم 1 زوسبور هم سوارمينج انسيست بس ما ينطيني ثالث، راح يتحول الى رينيفورم ثاني رينيفورم سوارمينج سيست يلا جيرمينيشن ونيو ثالث. لهذا يسموه متعدد الزوسبور، متعدد الزوسبور. النوع الرابع والاخير هو بلانيتك فانجي، من اسمها هذا المقطع تنفي وجود السبورات المتحركة، يعني فطريات ما بها موتايل سبور. مصيتكم أمثلة على كل نوع، زين عيني. هاي مهمة أقسام الفطريات تبعا للزو سبور مالتها. نيجي هسه إلى دورة حياة سابروليجينيا باراسيتيكا، هاي مهمة. نجي على الرسم مالتنا، نتبع الرسم. عندنا قسمين للرسم، الفوق السكتشوال والجوة سكتشوال. نبدي بالأسكتشوال، شوف مين راح أبدي؟ راح أبدي من الثالث، من التو أن الخيط الفطري. الثالث إيش راح يكوني؟ يونغ زوسبورانجيوم، راح يكون لي حافظة سبورية غير ناضجة. ومن أقول غير ناضجة، عدد السبورات اللي بيها قليل لو كثير؟ لو هواية؟ قليل دكتوراي. عافية، ممتاز، حيكون عدد السبورات قليل. لما تتحول إلى الماتشور زوسبورانجيا ايش راح تكون بيها عدد السبورات؟ هواية، تمام؟ شوفوها بالرسم، من قليل إلى كثير، والجدار مال الحافظة ايش راح يكون؟ رقيق. ليش؟ لأن بعد ما دا يتحمل وجود سبورات أكثر راح يرق الجدار على مود يكون سهل التمزق وتخرج السبورات بكل سهولة. وياي زين، خرج السبور من الحافظه الناضجه، يا نوع سبور خرج؟ خرج البرايمري زوسبور. شوفوا البرايمري، البرايمري اللي يكون نوع شنو؟ تنسل فلاجيلا، يكون من نوع الزغبي، يتكيس ثم يتحول الى النوع الثاني. شوفوا بدا يتطاول اكثر، سكندري زوسبور ورا السكندري رجع سيست تكيس ثم تحول الى نيو ثالث، خيط فطري جديد. هاي هي دورة الحياة اللاجنسية. نيجي جواها
على الجنسية. الخيط الفطري ما راح يكون لي هنا حافظة سبورية مثل اللاجنسي، لا، ايش راح يكون لي؟ عضو تكاثري ذكري اللي هو الانثريديا، وعضو تكاثري انثوي اللي هو الاوغونيا. شوف بالرسم هنا من الخيط الفطري، هاي الشكل القارورة او شكل الكرة يسموها الاوغونيوم والتكاثر الانثوي، اللي تلتف عليها الخيوط هي شنو؟ الانثريديا، عضو التكاثر الذكري، تلتف عليها يصير فرتلايزيشن، اتحاد، راح تكون لي شنو؟ ماتشور اوغونيوم، ماتشور اوغونيوم. داخلها ايش راح يتكون؟ يصير ميوسيس، انقسام اختزالي، راح تتكون لي الاوسبورز، السبورات البيضية. زين، بعد فترة يتمزق جدار الحافظة الأنثوية الأوغونيوم وتخرج الأوسبورز، ويمو هذا الأوسبور إلى النيوثالس وتنعاد دورة الحياة. هاي سابرولجينيا باراسيتيكا، بيها سكشوال وسكشوال. ماشي عيني؟ أكو سؤال لهنا؟ زين، واضح دكتورة، واضح. نيجي هسه على الاوردر الثاني، خلصنا السابروليجينيالس، هسه نيجي نتحدث عن البرينوسبوريلس. شوفوا هنا نجد يقول البرينوسبوريلس this is large order of fungi includes aquatic amphibious terrestrial system. aquatic amphibious terrestrial system يعني شنو؟ هذا الأوردر يضم أفراد تتكيف للبيئات المائية، بيئة اليابسة والبيئة الجافة. زين، نسأل سؤال، صف ثاني، ركزوا وياي. ياهو الأكثر رقي وتطور؟ برينوسبوريلس لو سابروليجنيالس؟ وليش؟ نكتب السؤال بالدفتر. Which is more advanced, Perinosporalis or Saprolegnialis؟ خلي علامة استفهام وراها نكتب why وعلامة استفهام. يا من يجاوبني؟ دكتورة، يا ثاني Perinosporalis تقولين more advanced؟ more advanced لأن هو هنا متطور أكثر، إنه يضم large order يعني الفانجي والهاي الأكوايت والأم. يا عليش وردة زائد درجتين، صفش قالت؟ قالت Perinosporalis more advanced. ليش؟ لأن يضم أفراد تتكيف للمعيشة المائية وبيئة اليابسة والبرمائية amphibious، عكس السابروليجنيالس اللي هي فقط متكيفة للمعيشة المائية. أوكي؟ ممتاز حبيبتي ورد. هسا عرفنا الجواب، تكتبوه يامكم بالدفاتر، إنه البرينوسبوريلس more advanced because the individuals live in aquatic amphibious terrestrial system. إضافة إلى ذلك إنه أفراد، هاي الأفراد تسبب لي ثلاثة أنواع من الأمراض. يا أمراض wetting or dumping of disease, this is one، معناها مرض السقوط، سقوط البادرات. النوع الثاني مرض الصدأ الأبيض، white rust disease. المرض الثالث داوني ميلديو اللي هو البياض الزغبي او البياض الدقيقي، عفن الابيض. زين، نجي نتحدث عن مواصفات البرينوسبوريلس. المايسيليا مالتها يكون مور برانشد. زين، اضافه الى انه الافراد تحتوي على الهوستوريا الممصات، فائدتها تمدها على الهوست لامتصاص المواد الغذائية.
النقطة الثانية الاسبورانجيا act as gonidia and germinated to new thallus. يعني شنو؟ يعني الحوافظ الاسبورية في بعض الأحيان تسلك سلوك الجونيديات، يعني ما تكون بداخلها سبورات وهاي السبور ولما تنضج الحافظة ينطلق، لا، هي الحافظة تسلك سلوك السبور ومن هاي الحافظة راح ينمو رأساً النيو ثالس. هاي صفة أيضاً تصنيفية تميز بها البرينوسبوريلس. والتكاثر اللاجنسي يتم بواسطة نوع واحد اللي هو الرينيفورم زوسبور، هذا اللاجنسي، والجنسي يتم بواسطة التلامس الحوافظ. زين عيني؟ زين. هسه نجي ناخذ العوائل الموجوده وين بالبرينوسبوريلس. عندنا ثلاث عوائل. اول عائله، اول فاميلي، هي البيثياسي، ثاني عائله برينوسبوريسي، ثالث عائله البوجينيسي. زين، راح نكتب بالدفتر مقارنة بين عائلة البيثياسي وعائلة البرينوسبوريسي. رجاء كتبوا وياي. زين، البيثياسي شو نقول عليها؟ أول نقطة سبورانجيا born on indeterminate growth of sporangiophores. يعني شنو معناها؟ الحوافظ تنمو على الحامل غير محدد النمو، يعني طوله يصل إلى نص متر هذا الحامل، ربما متر، and indeterminate growth، غير محدد النمو. هاي أول نقطة بالبيثياسي. بالبرينوسبوريسي لا، السبورانجيا born تنمو أو تنشأ on determinate growth of sporangiophore، يعني الحوافظ تنمو على حوامل محددة النمو، يعني توصل النمو معين تتوقف بعد ما تنمو. هاي أول نقطة. النقطة الثانية بالبيثياسي، البريبلازم الشبيه اللي يكون داخل الحافظة مثل ما تسميه سايتوبلازم يكون as a thin layer or absent، يكون إما طبقة رقيقة أو شبه مختفي. دكتورة بس عادة تعيد؟ اي حبيبتي اعيد. نعيد اول نقطة بالبيثياسي، السبورانجيا born on indeterminate growth of sporangiophores، لكن بالبرينوسبوريسي بالعكس، سبورانجيا born on determinate growth of sporangiophores، تنمو على حوامل محددة النمو. النقطة الثانية بالبيثياسي، البيريبلازم is thin layer or absent. Periplasm is thin layer or absent. But مقابلها البرينوسبوريسي yes. البيريبلازم شلون يكون هنا؟ conspicuous، يكون واضح. إذا هذا المصطلح صعب عليكم كتبوا distinct. Periplasm is distinct، يعني واضح. زين، النقطة الثالثة بالبيثياسي.
ممكن تعيدي النقطة لأن النت شوي مضعيف. Periplasm بالبثياسي she con thin layer or absent. تمام؟ لكن بالبرينوسبوريسي البيريبلازم is distinct. يكون واضح. خلصنا؟ النقطة الثالثة بالبثياسي شنقول individuals الأفراد are facultative or subprobes. The individuals بالبثياسي are facultative or subprobes. But بالبرينوسبوريسي شنقول individuals are obligate parasite طفيلية مجبرة are obligate parasite. هسا عندنا ثلاث نقاط نقارن بيها بين منو منو البثياسي والبرينوسبوريسي. تمام؟ زين. ناخذ مثال جنسيا للفطريات تابعة للعائلة بيثياسي. شوفوا ايش قد يلح هنا على البيثياسي، العدد ايش قد مهمة هي. البيثياسي ناخذ عليها مثالين نوعين من الفطريات، البيثيوم والفايتوفثرا. البيثيوم والفايتوفثرا، وهم نكتب بالدفتر مقارنة بين البيثيوم والفايتوفثرا. خليني نشرحها وبعدين نكتب المقارنة. البيثيام يمتاز هذا الفطر كونه يسبب مرض dumping of seedling. dumping of seedling مرض سقوط البادرات. زين، هاي أول نقطة. النقطة الثانية، هذا الغزل الفطري، هذا الفطر شي يكون من يا نوع سينوسيتك. زين، الحوافظ السبورية تكون من نوع globose to oval، إما كروية أو بيضوية. زين، النقطة الثالثة، هذا الفطر لا يكون هاوستوريا، ما يكون ممصات. زين عيني؟ لكن بالفايتوفثرا بالعكس. شلون؟ هذا الفطر شي يسبب late blight disease on potato، يسبب مرض اللفحة المتأخرة على نبات البطاطا. زين، النقطة الثانية، المايسيليا تكون more branch، أكثر تفرع منين؟ من البيثيوم. زين، النقطة الثالثة، السبورانجيا تكون lemon shape، هناك globose to oval، هاي تكون lemon shape، شكل الليمونة. زين عيني؟ والنقطة الرابعة، هذا الفطر يكون هاوستوريا، بروديوس هاوستوريا، يكون ممصات، ذاك ما يكون ممصات. فإذا نكتب بالدفتر مقارنة بين البيثيوم وجنس الفايتوفثرا. أول نقطة بالبيثيوم شو نقول؟ يسبب مرض سقوط البادرات. عفي عليك. وذاك يسبب اللفحة المتأخرة. نكتب بالإنجليزي This fungus cause dumping of seedling. لكن بالفايتوفثرا This fungus cause late blight disease on potato. Late blight disease on potato، مرض اللفحة المتأخرة على نبات البطاطا. زين، هاي أول نقطة.
النقطة الثانية بالبيثيوم مايسيليوم are not branch. مايسيليا are not branch. لكن بالفايتوفثرا مايسيليا are more branching. اوكي زين. النقطة الثالثة بالبيثيوم سبورانجيا are globose to oval شكلها كروي إلى بيضوي. هاي بالبيثيوم سبورانجيا are globose to oval لكن بالفايتوفثرا شلون تكون؟ Sporangia are lemon shaped شكلها شكل الليمونة. زين عيني. النقطة الرابعة والأخيرة بالبيثيوم شو تكتبون؟ This fungus form haustoria هذا الفطر يكون مصاد أو ممصاد لكن بالفايتوفثرا this fungus العفو بالبيثيوم doesn't form sorry بالبيثيوم doesn't form haustoria ما يكون ممصاد لكن بالفايتوفثرا شو تكتبون؟ This fungus produce haustoria. واضحة هاي أربع نقاط قارنا بيها بين منو منو؟ البيثيوم والفايتوفثرا. تابعين اليا عائلة رينوسبوريسي تمام؟ زين. عندكم هنا دورات حياة فقط للاطلاع. فيجر 19 وفيجر 20 نجي هسه إلى عائلة البرينوسبوريسي شوف البرينوسبوريسي عندها خمس أجناس تبهوا وياي هاي كلش مهمة بيها خمس أجناس برينوسبورا هذا أول واحد الثاني بلازمو بارا الثالث بريميا الرابع بازيديو فورا والخامس سكالوروسبورا أعيدها برينوسبوريسي بها خمس أجناس most important individuals which are برينوسبورا بلازموبارا بريميا بازيديو فورا وسكالوروسبورا عفولي شرح روحولي على الرسم طبعا هذا الرسم فيجر 21 نرسمه بالدفتر وياي زين نجي نشوف صفات كل جنس على الرسم كتبوا وياي او اشروا كيفكم اول واحد من هو برينوسبورا قسمت هذه العائلة إلى هاي الأجناس الخمسة اعتماداً على شنو؟ على طبيعة الحامل حامل يا حامل شنو؟ حامل الحافظة شوفوا لي الحوامل مال هاي الأجناس نبدي بأول واحد البرينوسبورا حامل الحافظة يكون برانش with acute angle بزوايا حادة شوفوها يكون برانش with acute angle هاي من هو برينوسبورا يسبب لي مرض الداوني ميلديو on radish يسبب مرض البياض الدقيقي او البياض الزغبي على يا نبات الفجل هذا اول واحد النوع الثاني البلازموبار شنو صفاته الحامل يكون برانش With what? With right angle.
بزوايا قائمة، شوفوها ويا صف ثاني. نعم دكتورة وياك. ويا يكون right angle، زوايا قائمة، هذا من هو الجنس الثاني، وهم يسبب لي الداوني مولديو on grape، على نبات العنب، يصيب نبات العنب. شوفوا لي البريميا الجنس الثالث، السيميلر تو برينوسبورا الأولاني، لكن بيش يختلف؟ من يقدر يقول لي؟ أيضا برانش وأيضا أكيوت أنجل، بس أكو فتشي يتميز بي عن البرينوسبورا، شنو؟ بالرسم واضحة، من ينتبه لها؟ دكتورة تكون الكاب شيب شكلها؟ ممتاز ورد، اليوم كل الدرجات أخذتها صفا، عفية عليك، زاد درجتين صرتي أربعة هسه. إيش قالت صفا؟ نهايات التفرع تكون as a cup shape، واضحة هي بالرسم، شوفوها صح acute angle وصح similar to prenospora، لكن different in the terminal of branching. Why? Because it acts as a cup shape، شكل الكوبية. ممتاز، نجي ناخذ الجنس الرابع، البازيديوفورا. البازيديوفورا شوفوها على الرسم، تكون not a branch، هو حامل واحد، لكن الرأس شبيه، شبيه الرأس مال حامل، يكون club shape، منتفخ، يكون swelling، swelling head، تمام، يكون منتفخ وحامل المن للحافظة، فإذا يكون not a branch، شوفوا ميزته، غير متفرع ويكون منتفخ الرأس، منتفخ الرأس، وبالنهاية بالتب يحمل السبورانجيا، يسبب لي داوني مولديو on what؟ داوني مولديو on onion، على نبات البصل، هذا يصيب نبات البصل. زين آخر واحد السكلروسبورا. سكلروسبورا شوفوا بالرسم، يكون برانش الحامل ويحمل سبورانجيا، بس اكو صفة لهاي الحامل، شنية؟ يكون منتفخ، شوفوا الحامل شون منتفخ، مثل واحد مورم، مو صحيح؟ فعيني هاي الفقر 21، هاي الاجناس الخمسة نرسمها بالدفاتر، وقدام كل جنس تكتبوا لي صفة الحامل مالته وياي، ونكتب عليها، مهمة جدا. زين هسه آخر عائلة عندنا الألبوجينيسي. الألبوجينيسي أريدكم تعرفون بهاي العائلة إنه هي تصيب نباتات العائلة الصليبية، مثال عليها فطر الألبوجو كانديدا، فطر الألبوجو كانديدا، هذا الفطر يصيب نباتات العائلة الصليبية وخصوصاً النباتات الوعائية. زين عيني، دورة الحياة أنتم ما مطالبين بها، فقط للإطلاع، بس أريدكم تعرفون شغلة، الألبوجينيسي متطور لو ما متطور؟ من يجاوبني وليش؟ الألبوجو كانديدا أو الألبوجينيسي هي هاي العائلة، متطورة أم غير متطورة؟ دكتورة أنت قلتي شنو تصيب أو تسبب؟ تصيب نباتات العائلة الصليبية كروسيفري. زين دكتورة ما متطورة؟ ما متطورة ليش؟ صح، ما متطورة ليش؟ حسين عادل موجود؟ زهراء رعد؟ ما موجودة؟ يلا من يجاوبني؟
صفا قالت ما متطورة. ليش ما متطورة؟ دكتورة أني جاوبت مو صفا. لا دكتورة ما سوري زهرة اليوم ماخذ الحصة الأكبر صفا في الحصة. سوري زهرة. دكتورة أنت تحتوى على جين واحد؟ نو مو شاء الله الجينات. لا دكتورة طيبة. ليه ما بيها أجناس؟ لأن شنو؟ ما بيها أجناس هواي فيها ما تطورة. لا احنا عندنا كل عائلة يعني اخذنا بيها أجناس هواي بس ها يعني ما بيها. لا لا مو سبب. بعد 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 يا حلوين لأن تصيب مثلا شي واحد يعني انه هذيك كروتس ما اعرف كروتيفري قصدش نباتات الصليبية مثلا نبات واحد يعني محدد نبات محددة يعني إذا أنطيتش خمس درجات قليلة. ليش دكتور؟ ممتاز إكسلين. صفش قالت قالت تصيب فقط الكروسيفري نباتات العائلة الصليبية وإحنا عادة الفطريات من تصيب نوع واحد إذن هي فقط تقدر تكيف نفسها المعيشة بهذا النوع صح لو غلط؟ مو مثل جماعة البرينوسبوريز قلنا بالأكواتيك والأمفيبيوس والتريسشيال تمام؟ زائد خمسة زين وذنيت الأربعة نزيدها لو نقصها فولي عشرة دكتورة خمسة لك وخمسة عشرة سهلين حبيبتي سهلين زين عيني فهذا نسجلوا يمكم السؤال بالدفتر مهم نكتب ايش نكتب عليه question كتبوا is abogenesis advanced or lower advanced او اقل تطور and why answer abogenesis is lower advanced أقل تطور from other orders or from other families كيفكم because they cause disease in one type of a plant لأنها تسبب الأمراض لنوع واحد من النباتات وكتبون بين قوسين الكروسيفري نباتات العائلة الصليبية because they cause disease on one type of plants تمام عيني؟ زين ولهنا خلصنا المحاضرة الرابعة بعدنا إن شاء الله محاضرة واللي عنده سؤال هسه خلي يسألني وإذا اللي ما عنده نغادر الميت منو عنده سؤال صف ثاني العفو دكتور بس أنا جيت بالأخير فما سجلت حضور ماك بعد نزلت القائمة للقسم على الدراسة حتى لو سجلت كمي هناك يومهم يطلع غياب يعني أنا أنطيكم أول عشر دقائق وراه بعد ما أقدر أخذ حضور يلا منو عنده سؤال؟ نت شوية ضعيف كنت أدخل الميت رفل أحمد عبد الله حسين ماكو أي سؤال؟ ماكو واضح.